أنا بعد ما تخرجت من الجامعة الأردنية أخذت 3 أشهر مباشرة بعد ما يعني آخر امتحان لي، بعدين دربت في مؤسسة خاصة يعني علاقات عامة، هي تدريب من دون ما أخذ راتب، بس لما كنت بدي أتثبت ما مو إنه ما حبيت الالتزام، لكن ما لقيت نفسي بهذا المكان، حبيت إنه أتوجه للتطوع، وأنا بصراحة التطوع هو دائما يعني أقول هو حياة ونظام حياة وأسلوب حياة يجب إنه الجميع يعني يتجه له. خلنا نقول لما خلصت من المؤسسة بلشت إنه وين دي أشتغل، قدمت لديوان الخدمة وهذه الأمور، بس يعني لو دي أظل أستنى يمكن تكون فرصة بعيدة شوية، فتوجهت لمؤسسات المجتمع المحلي بتوجيهات من أبوي الله يرحمه، توجهت للتطوع كبداية يعني لمسيرتي العملية وانتقال من مرحلة لمرحلة.